لازم تهتم ممتاز. كمان بالقصه دي عشان تطلع كوادر وتعمل حكام هتطلع من الرابعه للثالثه للثانيه، يبقى دوري ممتاز، يبقى حكام دوليه. وبعدين طيب. كابتن معلش بعد اذن فضل. حضرتك فضل. لجنه الانضباط والاخلاق هنا ماده 38 اهو. اسلام اللي بيقول لا صح، كابتن حشيش اللي بيقول اللائحة. لا كابتن ماهر اللي بيقول لا كابتن، دي اللائحه اللي بتقول. بتقول ايه بقى اللائحه؟ لا يجوز للانديه والمسؤولين وعناصر اللعبه اللجوء لاي من المحاكم المدنيه او الاداريه لحل نزاع رياضي يتعلق بكره القدم يختص المجلس دون غيره بتفسير اي من مواد هذه اللائحه في حاله الخلاف على تفسيرها، وذلك بعد تقديم مذكره من اللجنه. خلاص طيب يعني ايه؟ انا عايز ابسطها في لا لا كلمة. هبسطها اه يعني ايه لا يجوز للانديه والمسؤولين؟ دي مش محتاجه اصل تفسير. هل دي محتاجه تفسير؟ لا ده انا هبسطها الحاجه. ليه كده؟ ليه عملوا كده؟ ليه؟ عشان ممكن يبقى في ماتش اتنين لعيبه مثلا مسكوا في بعض احتكاك ومسكوا في بعض، يروح واحد بعد الماتش خلص له حد يروح يعمل له محضر في الاسم ويستنوه على الباب ياخدوه اعتقلوه يبات يومين في الاسم. ينفع كده؟ لا طبعا ما ينفعش. صحيح، لان في جهه بتنظم القصه دي. صحيح، في اتحاد الكوره مسؤول عن المشكله دي وبيدي كل واحد حقه باللائحه وبالقانون بس. ولجنه الانضباط يا كابتن حشيش اللي بتبت في الحاجات دي حقيقي. فبالتالي احنا هنا هنا بنتكلم عن لائحه لا يتم تنفيذها، معرفش ليه. ده طلبات النادي الاهلي يعني ان يتم تنفيذ اللائحه على المخطئ. اللاعب اللي راح للمحاكم المدنيه يجب ان يتم تنفيذ اللائحه على المخطئ كما طلب النادي الاهلي في طلباته. يتبقى طلبين اخرين هنكمل ونسمع راي كابتن ماهر وكابتن حشيش عن هذه الطلبات، ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل.